السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي سودانية 24، مرحبا بكم في حلقة جديدة وتطواف جديد من كنا هناك. ونحن اليوم في مركز راشد دياب للفنون احتفالا باليوم العالمي للسياحة بتشريف المدير العام لوزارة الثقافة والسياحة، وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، تحت شعار إعادة التفكير في السياحة. حقيقة نحن محتاجين نعيد التفكير في السياحة في مثل هذا اليوم المهم. سوداننا مليان بكل المناطق الجميلة من شرقه لغربه لشماله، المناطق السياحية الممتدة. نتمنى لكم متابعة طيبة. تحت شعار إعادة التفكير في السياحة، بعد ما ذكر الأستاذ محمد إنه السياحة كانت أكثر تأثيرا بوباء كورونا، ومعروف إنه السياحة تعتبر اليوم أحد القطاعات الاقتصادية المهمة جدا والاجتماعية في العالم، وتلعب دور بارز جدا في تنمية وتطوير كثير من بلدان العالم، بل أصبحت كثير من الدول حتى صاحبة الاقتصاد المعتمد على الصناعة وكذا تهتم بالسياحة، لأنها حقيقة واحدة من القطاعات بتساهم في محاربة البطالة، وهي واحدة من المهددات الكبيرة لكثير من الدول، لأن البطالة تعتبر هي جريمة، هي المخدرات للشباب، هي كده. فالقطاع السياحة هو القطاع اللي بيوفر نسبة كبيرة جدا من العمالة، بل في آخر إحصاءات كان في كل 10 وظيفة على مستوى العالم هناك وظيفة مرتبطة بالسياحة، بما تمثل 10% من الوظائف الموجودة على مستوى العالم. معروف انه السياحه زي اي علم بدات وتطورت تطور كبير جدا، وكان التطور بتاع السياحه حتى على مستوى العالم مربوط بتطور وسائل النقل. يعني لحد العام من نشاه الكره الارضيه زي ما بنقول لحد العام 1840 ما كان في تفكير في السياحه، وكانت وسائل النقل طبعا بسيطه. وبعد 1840 والثورة 1840 والثورة الصناعية وظهور القطار والعربات والسفن حصل تحول كبير جدا للسياحة في العالم. أما واستمرت مثلا لحد 1914 ظهور الطيران ودخوله في المجال المدني بعد الحرب العالمية الأولى وكده، فكانت دي بداية الانطلاقة للسياحة حتى يومنا الحاضر. والسياحة معروف هي نشاط انتقال الشخص من مكان إقامته لأي مكان آخر دون قرض الإقامة أو كسب العيش. وكذلك السائح هو الشخص اللي ينتقل من مكانه إلى أي منطقة ثانية، والمسألة مربوطة بزمن، هي تكون يعني 24 ساعة على الأقل وسنة أقل من سنة. وبعد ذلك معروف انه السياحة الداخلية والخارجية، وهناك تعريفات حتى للسياحة الداخلية بأنها هي انتقال الشخصي لكثير من الدول، بتعرف بأن انتقال الشخصي لمسافة 100 كيلو وكذا، بعد ذلك تطور هذه سياحة داخلية. ومعروف انه في السنوات الأخيرة للقرن العشرين تغيرت اقتصاد العالم وأزاحت المصادر الثروة التقليدية اللي كانت مرتبطة بالزراعة والصناعة وكذا، وأصبحت يعني بتقود اقتصاد العالم ثلاثة صناعات، هي صناعة الاتصالات وصناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة السياحة والسفر. واليوم طبعا معروف انه اليوم العالمي للسياحة يوم 27 سبتمبر من كل عام، ويمكن الفكرة بتاعت الاحتفال باليوم العالمي للسياحة جات كمقترح من مسافر نيجيري اسمه غناسيوس أماديو، وكانت بعد ذلك نوقشت هذه المسألة في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في العام 1979، وكان أول احتفال للسياحة في العام 1980. وجاء اختيار اليوم 27 سبتمبر حقيقة زي ما ذكر أستاذ محمد عبد القادر،
لانه اليوم ده هو يوم 27 سبتمبر كان تم اجازه النظام الاساسي لمنظمه السياحه العالميه. برضه هناك سبب ثاني لاختيار هذا اليوم، لانه يوم 27 سبتمبر ده بيعتبر هو نهايه الموسم السياحي في الكره الارضيه، شمال الكره الارضيه. بعدها طبعا بدا الشتاء وكده، وهو بدايه نهايه الموسم السياحي في شمال الكره الارضيه وبدايه السياحه في جنوب الكره الارضيه. وزي ما قلنا كان اول احتفال لمنظمه السياحه العالميه باليوم السياحه العالمي في 1989، وكان تحت شعار مساهمه السياحه في الحفاظ على التراث والثقافه والسلام والتفاهم المتبادل. ومن ذلك الحين طبعا من 1989 اصبحت الاحتفال السنوي. و بعد ذلك حقيقه بدا الاحتفال في كل مره في واحده من المناطق، وقسم العالم على مناطق، فكل سنه بتكون الاحتفالات في واحده من المناطق الجغرافيه المحدده، اللي هي مره في اوروبا، ومره في جنوب اسيا، ومره في الامريكتين، ومره في افريقيا، ومره في شمال افريقيا والخليج. وطبعا بيقوم بعد ذلك من 1999 برضه اقروا بانه يكون في بلد مضيفه للاحتفال، وهي البلد الساحل مع منظمه السياحه العالميه في الاحتفال باليوم العالمي للسياحه. ولو رجعنا بنلقى في 2017 مثلا كان الاحتفال كان في دولة قطر في الدوحة تحت شعار السياحة المستدامة وأداء للتنمية، و2018 كان أقيم في المجر في بودابست تحت شعار السياحة والتحول الرقمي، وفي العام 2019 كان احتفال تحت شعار السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع، وفي العام 2020 كان تحت شعار السياحة والتنمية الريفية، والعام السابق كان الاحتفال يوم السياحة العالم تحت شعار السياحة من أجل النمو الشامل. أما هذا العام زي ما شفنا حقيقة في الشعار هو التفكير في السياحة، وحقيقة الفكرة جات أول لماذا التفكير للسياحة ولماذا اختيار هذا الشعار؟ زي ما قلنا حقيقة كان السياحة هي من أكثر القطاعات تأثرا بال كورونا، و طبعا السياحة توقفت تماما من 2019، وأصبحت من العام السابق تبدأ تنتعش قليلا. وزي ما ذكر الأستاذ محمد إنه في بداية الخمس شهور الأولى من 2022 وصل الرقم إلى 250 سايح، 250 مليون سايح. حقيقة قبل كورونا كان الأعداد المخطط لها في 2020 يصل عدد السياح في العالم لمليار و800، وفي آخر إحصاءات قبل كورونا حقيقة العدد في 2015 كان حصل مليار و300 سايح، وتقريبا لحد 2018 كان على أبواب المليار ونص سايح. وبعدها تم بعد الحمد لله بعد انتهاء جائحة كورونا وكده تم استئناف السياحة وبدأ الانتعاش والنمو، وكان لابد من الاحتفال ياخذ هذا الشعار. والسنة دي حيكون الاحتفال حقيقة زي ما قلنا شعار إعادة تفكير في السياحة، وحيكون في سريلانكا يوم 27 سبتمبر الاحتفال به، ويتم الاحتفال بنوم طلب السياحة في جميع أنحاء العالم في نفس هذا اليوم. سيتم تنظيم ندوات وفعاليات كما الآن في السودان، كثير من الولايات هسه الآن زي ما متابعين في الأخبار الولاية الشمالية، وحتى الاحتفال هذا العام للسياحة في السودان حيكون في ولاية القضارف يوم 27 سبتمبر بحضور وزير الثقافة والإعلام وكل مدراء السياحة في الولايات بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن حقيقة في السودان برضو تضررت زي ما عارفين، يعني كان في تأثير كبير جدا لجائحة كورونا على السياحة، بل يعني من متابعة الناس إنه كثير من القطاعات العاملة
في مجال السياحة تأثر التأثير مباشر، بل كان على مستوى العالم تقريبا كان آخر إحصاءات بأنه أكثر من 35 مليون شخص يعمل في مجال قطاع السياحة كانوا فقدوا وظائفهم بعد كورونا وكذا. وكذلك السودان كان عنده تأثير كبير جدا في وكالات السفر، الفنادق، المنتجعات، توقف العمل، بل كثير منهم يعني فقدوا أيضا وظائفهم. ولكن الآن أصبحت السياحة يعني تعيد الروح بتاعها، وعشان كده كان لابد من إعادة التفكير في السياحة بشكل جديد، وحتى يعني تأخذ ما وصلت إليه قبل جائحة كورونا. وبحمد الله السودان زي ما معروف هو مصنف ضمن أفضل 10 دول بها جواد وتنوع سياحي، ولكن حقيقة هناك تحديات كبيرة جدا زي ما عارفين في السياحة في السودان. أولا حقيقة التحديات الاقتصادية اللي هي عندها أثر كبير جدا لعدم وجود البنية التحتية في المناطق السياحية، وكذلك عدم ترتيب السياحة كواحدة من الأولويات مع الظروف الاقتصادية بتمرقات دولة وكذا، فما وضعت السياحة كأولوية حتى يتم يعني بناء البنية التحتية اللي بتشجع السياحة. وكذلك حاجة كثير من المشاكل حتى اللي هي بتواجه السياحة في السودان، ونتمنى مع هذا الشعار وإعادة تفكيرا يكون هناك تفكير على مستوى الحكومة وعلى مستوى الرسمي والشعبي، وجذب الاستثمارات اللي ممكن تعمل بنية تحتية والفوقية للسياحة حتى تنطلق السياحة في السودان بصورة قوية جدا، طالما نحن نمتلك كل هذه الجوازب السياحية المتنوعة، إذا كانت جوازب طبيعية ولا كانت جوازب بشرية ولا كانت عادات وتقاليد، ولا ما يملك السودان حقيقة من تنوع كبير جدا في السياحة. الخرطوم حقيقة تغنى لها كثير من الأدباء والشعراء وروجوا للسياحة حتى دون أن نطلب منهم ذلك. رايعة سيد خليفة، يا الخرطوم اللي عندي جمالك جنة رضوان، طول عمري ما شفت مثالك في أي مكان. فدي لوحة الشاعر يمكن إبراهيم رجب، أنا ما أعرف، أستاذ عوض حمدان حنتدخل شوية في تخصصك ونتحدث عن الفن والغناء، ولكن كثير من الأشعار والأغاني روجت وتحدثت عن جمال الخرطوم ومعاني الخرطوم وجمال النيل والخرطوم بالليل، ونسبة لأنه فعلا في مقومات سياحية وفي مكون سياحي مهول موجود في هذه الرقعة اللي هي بتمثل قلب السودان النابض، هي بموقع القلب من الجسد. الخرطوم عاصمة البلاد، الخرطوم مركز الفعل والقرار، الخرطوم مركز كل الحكومة الاتحادية ومؤسسات الدولة العليا والبعثات الدبلوماسية والسفارات والمصادر الاقتصادية الكبرى والتجارية والثقافية والأندية الرياضية، وكل ما يعني النشاط الثقافي والسياسي والاقتصادي موجود في هذه الولاية. وهي مدينة قديمة، ليست قديمة مدينة مصنوعة وليست مدينة حديثة، عرفت منذ عهد ما قبل التاريخ، قبل أن يعرف الإنسان الكتاب والقراءة كانت الخرطوم حاضرة، وعرفت كذلك منذ العصور الحجرية القديمة والحديثة والوسيطة، عرفت الخرطوم أيضا بحضاراتها الضاربة في القدم منذ عهد قبل 8000 سنة قبل الميلاد. قبل الميلاد كانت الخرطوم حاضرة ولها شواهد ولها معالم تاريخية وأثرية موجودة. حضارة الخرطوم الباكرة عرفت في منطقة مستشفى الخرطوم الآن هي حضارة الخرطوم الباكرة 8000 سنة قبل الميلاد. كذلك منطقة الشميناب في شمال أمدرمان في العصر الحجري الحديث، ومنطقة خور أبو عنجة في أمدرمان استوطنت السلالات البشرية اللي استوطنت حول حوض النيل في تلك المناطق، هي من أقدم السلالات البشرية
اللي استوطنت على طول حوض النيل في مجراه من مصب من منبعه الى مصبه، وكانت حاضره في ولايه الخرطوم، منطقه ابو عنجه، منطقه الشيعناب، وكذلك في المناطق النوفلاء، وايضا في الشيخ الطيب المرحي، وفي الكدر، وفي الجيلي، كلها تمثل يمكن حقب تاريخيه تعود للعصور الحجريه. حتى الممالك السودانيه القديمه لفترة الحضارات الغوبيه ايضا في منطقه السروراب ايضا موجوده فيها معالم تاريخيه مسجله لدى الاداره العامه للسياحه والاثار، كلها مناطق تدل على ان هذه المناطق هي مناطق عرفت منذ عصور قديمه. الخرطوم ايضا احتضنت يعني حضاره معروفه من مملكه علوة في صوب الشرق، اللي هي تمثل الفتره المسيحيه، وهي واحده من الممالك المعروفه، ودي فتره ايضا قديمه وصحيحه، وخلدت شواهد موجوده الان في منطقه صوب الشرق. حتى بعد ذاك الفتره الاسلاميه اللي هي في العيلفون وفي قربي وفي الجيلي، ايضا بعد فتره مملكه صوب خلدت كلها شواهد ومعالم اثريه وتاريخيه معروفه. ومن بعد ذلك العهد التركي اللي هو في الفترة التركية يمكن تأسست مدينة الخرطوم بطريقة حديثة، وظهرت العديد من المعالم والأبنية والصروح المعروف وما زالت قائمة وماثلة، أهمها يعني يمكن الجامع الكبير ده اللي هو اسمه جامع عباس، يمكن في الفترة التركية، وقباب الأتراك، والمباني الموجوده في البسطة والحقانيه والقضائيه كلها بدات تتاسس مدينه الخرطوم بتراث ومباني حديثه. ومن بعد ذلك جاءت الفتره المهديه، الدوله المهديه ايضا خلدت شواهد ومعالم تاريخيه، بوابه الامام المهدي وبوابه عبد القيوم والطوابي اللي هي التحصينات الدفاعيه الموجوده على امتداد منطقة الدرمان ونهر النيل، وحقيقة يمكن متحف بيت الخليفة ودار الرياض ودرمان والسجن ودرمان، دي كلها معالم بترجع للفترة الفترة المهدية. وبعد ذلك حتى فترة الحكم الثنائي المصري أيضا ظهر نظام العمارة الكولونية، وظهرت يمكن بعد سرايا الحاكم العام اللي هو القصر الجمهوري وجامعة الخرطوم وكلية الغردوم، العديد من المعالم الآن يمكن قانون الآثار، هذه المباني التاريخية تقع تحت طائلة قانون الآثار لحمايتها، لأنها بتمثل عقود متعاقبة في تاريخ الخرطوم. إذا أنا عايز أخلص لأنه الخرطوم دي مدينة قديمة، ما جديدة، عندها بعد تاريخي، عندها بعد حضاري، وكذلك خص الله سبحانه وتعالى ببعد جغرافي أو موقع جغرافي. هذه المدينة أو الولاية تركض على ستة ضفاف وثلاثة أنهار وملتقى النيلين الواحد، يعني سبحان الله ستة ثلاثة واحد، يعني ناس ممكن يقولوا خطة التعليم في كرة القدم، يعني ستة ضفاف، النيل الأزرق ضفتين والنيل الأبيض ضفتين، والنيل نهر النيل العظيم اللي بينطلق من الخرطوم نحو الشمال يبدا من هنا من الخرطوم، ثلاثه انهار فيهم سته ضفاف وبيلتقوا كلهم بيكونوا ملتقى النيلين. ده موقع جغرافي فريد غير متكرر في كل انحاء العالم، ودي خاصيه خصانة بالله سبحانه وتعالى، ودي واحده من الاسباب اللي خلت انه الاستيطان اللي انا ذكرته لكثير من السلالات وتدلل عليها اكتشافات بعثات جات نقبت وجات عملت حفريات في منطقة أبو عنجة وفي منطقة الكبجاء ومنطقة الجماير، ووجدت كثير من الآثار اللي بتدل على أن هذا الإنسان هو الأقدم في منطقة حوض النيل، ودي موثقة ومسجلة لدى إخواننا في الإدارة العامة للآثار والسياحة. الخرطوم كذلك عندها بعد ثقافي وبعد إثني، أنه كل أهل السودان هنا في الخرطوم بعاداتهم بتقاليدهم بثقافاتهم، الخرطوم هي عاصمة الكل بكل مكونات الشعب السوداني، وهذا تلاقح ايضا جميل شكل من الخرطوم يمكن بعد ثقافي وعادات وتقاليد، وجعل منها ايضا بتشكل منتج سياحي فريد، ويمكن الشخصيه السودانيه هي شخصيه عالميه،
بما حضر الله سبحانه وتعالى من جينات متفردة، نحن نفتخر بأنه إحنا سودانيين، عندنا جينات، عندنا عادات، عندنا تقاليد، ودي يمكن حاجة برضه خص الله سبحانه وتعالى في تقاليدنا يعني. الأبعاد دي كلها حقيقة، وإن كان تعرف الخرطوم بعود يعني كثير من المؤرخين والعلماء في الجغرافيا وفي التاريخ حاولوا يشوفوا معنى كلمة الخرطوم. يعني شو الخرطوم؟ الخرطوم يعني في المعنى المصطلح اللغوي بتاعنا الخرطوم أو الأنف في عند الإنسان، وفي المصطلح بتعني لسان الماء الممتد في الأرض، لسان الماء الممتد في الأرض. فشكل لسان الماء اللي ذكرته من خلال الأنفر الثلاثة فيه شكل لخرطوم الفيل، وده المعنى الأغلب لأنه تعريف الخرطوم بيعود للتشبيه بخرطوم الفيل، وهي ده الشكل بيمثل الخرطوم يعني. الخرطوم حقيقة فيها بالإضافة للمعالم التاريخية أنا ذكرتها فيها بتحتضن العديد من المتاحف اللي بتجمع تاريخ السودان وتاريخ الخرطوم. عندنا أكبر متحف تحتضن الخرطوم متحف السودان القومي، كذلك متحف بيت الخليفة، كذلك متحف القصر الجمهوري، ومتحف الحربي في منطقة البحر، ومتحف التاريخ الطبيعي في جامعة الخرطوم، وفي متاحف أيضا للأفراد وللأشخاص وللمؤسسات زي متحف العملة في بنك السودان، وكان في متحف مهم جدا للتراث للراحل المقيم الأستاذ إبراهيم حجازي اللي هو حاول يجمع من خلاله كل التراث أهل السودان وعاداته وتقاليده. المتاحف هو واحدة من المزارات المهمة جدا اللي بيقصد السائح، بالإضافة للمواقع التاريخية اللي أنا ذكرتها قبل في كل الحقب المرت على الخرطوم. الخرطوم بتحمي كل أنواع السياحة، كل أنواع السياحة موجودة في الخرطوم. إذا تكلمنا عن السياحة الطبيعية نبدأ بالنيل، والنيل ده يا جماعة غنى عليه يعني يمكن يعني فنانين كبار يعني وشعراء كبار، يعني تجاني يوسف بشير في محراب النيل، وعثمان حسين لما تغنوا أنت يا نيل سليل الفراديس. فدي يعني في تبتل في محراب النيل، النيل يعني بيمثل حتى لكل الشعوب اللي على بيمثل يعني قداسة، بيمثل بعد روحي، وحتى زمان كانوا بيهدوه عروسات يعني في الحضارات القديمة يعني كانوا بيهدوه. نبيل موفق أنت يعني في انسيابك، حضنتك الأملاك ورفت على جبينك في عبابك. ده تبتل في محراب النيل لتجاني سيد بشير. النيل ده حقيقة الخرطوم حاولت إنه توظف النيل لأغراض السياحة، فتحت مسارات النيل وفيه العديد من الشواطئ الجاذبة، فيه كثير من الجزر النيلية وأهم جزيرة توتي بيفيد لها كثير من الناس لزيارات ولرحلات. فيه بحيرة خزان جبل أولياء في الجنوب، فيه شلالات السبلوغ، الشلال السادس في الشمال، دي كلها حدود ولاية الخرطوم. وتوتي يمكن جزيرة حالمة وفيها مقولات كثيرة جدا، حتى عندها بعد تاريخي وبعد روحي في ملتقى النيلين، وأشياء مسجلة برضو في لدى الأخوان في السياحة. وتوتي برضو غنوا لها الشعر والأدباء. توتي يعني محمد أحمد عوض لما غنى يا مراكب عدينا وعليه توتي والدينا رايعة عبد الرحمن الريح، زمان الناس بيكونوا بيمشوا رحلات، وما زال الناس بيمشوا رحلات لمنطقة توتي. فدي واحدة من المزارات الطبيعية اللي ما زالت محافظة على إنه تستقطب السياحة الداخلية، ودي حاجة مهمة جدا جدا عندنا. المنطقة شنبات أيضا منطقة سياحية وفيها طابية في شنبات، وتوتي برضو فيها طابية تحصينات دفاعية كانت بتصد الغزو حقيقة، بالإضافة للمكونات السياحية الموجودة فيها. شنبات برضو غنى لها الكاشف، غنى لها الكاشف وعبيد عبد الرحمن حالات الجمعة في شنبات مقيلة تحت فيحاء الخميلة. الناس كلهم يوعى رجل السياحة، ونحن ما طلبنا منهم رجل السياحة، لكن نحن بنتمنى إنه نستفيد من المعالم السياحية الموجودة في هذه المناطق ونروج للسياحة
ونحدث حراك ثقافي وحراك سياحي في هذه المناطق. يعني الخرطوم فيها برضو غابة الصنط من المزارات السياحية. حتى نحن هنا في الجريف، الجريف زمان الناس كانوا بيجوا رحلات لمنطقة الجريف غريب لو تتذكروا، يمكن أهل الجريف موجودين هنا حضور في هذا المنتدى، والصادق الياس يمكن الشاعر الكبير ربنا يديه الصحة والعافية والجابري غنوا للجريف، واللوبيا يا سواقي بلدنا ولما كنا صغار، والقصيدة المعروفة للصادق الياس برضو كان الناس بيجوا رحلات. يا ما الرحلات دي واحدة من علامات من المجالات السياحية، إنه الناس تخرج وتتنفس وتزور وتقضي يوم خارج نطاق البيت، ودي بيشجع للسياحة الداخلية. الخرطوم فيها معالم سياحية كثيرة جدا طبيعية، فيها زي ما ذكرت فيها مراكز خدمات سياحية، الآن فنادق بتأوي وتستقبل العديد من الزوار والسواح بمستويات مختلفة، شركات سياحية، وكالات سفر وسياحة، مراكز خدمات سياحية. الخرطوم فيها صالات، فيها وسائل نقل سياحي، السياحة النيلية. الآن يمكن الخرطوم فتحت شارع النيل في منطقة المنشية، وأصبحت واحدة من المزارات السياحة اللي فيها حياة. يمكن الإنسان دائما بيحاول إنه يجد مناطق للترفيه وللتنزه، وواحدة من المناطق اللي اهتمت بها حكومة ولاية الخرطوم إنه فتح شارع النيل. والآن يمكن في مجهودات برضو مقدرة إنه للولاية إنها تستفيد أيضا من الخريطة الهيكلية الموجودة أصلا لتوسعة الخرطوم، في إنه يكون في امتداد لشارع النيل. أنا زي ما عرفت إنه السيد الوالي يمكن مهتم جدا وحكومته بفتح مسارات للنيل، واهتمام أيضا بالمناطق السياحية والأثرية. واحدة من الأشياء المهمة جدا في الخرطوم كذلك، بالإضافة لما ذكرت، إن فيها عديد من الصالات ومواقع العرض والمعارض والمراكز الثقافية والمنتديات، ودونكم مركز راشد دياب للفنون اللي هو يعتبر واحد من المزارات السياحية. يعني نحن بشرفنا إنه مركز راشد دياب إنه للفنون بما يحتويه من معارض وفنون تشكيلية، إنه يكون يعني مزار سياحي لوفود ولزوار بيجونا. يعني الخرطوم بتستضيف دائما معرض الخرطوم الدولي ومعارض مختلفة، تستضيف فعاليات رياضية، بتستضيف يمكن فعاليات في سباقات الهجن في منطقة غرب أم درمان وفي منطقة أبو دليك، وسباقات الخيل وفيها نادي الجولف، وفي حتى المصارعة في منطقة الحاج يوسف، في أنشطة ثقافية وشعبية كثيرة جدا. أنا ما أقدر يعني أجمع في هذه العجالة، ولكن أقول إنه الخرطوم هي مدينة سياحية فيها العديد من المناطق الجذب السياحي. ويمكن الأخ الأستاذ محمد عبد القادر رئيس المركز السوداني للإعلام السياحي وعضو المركز العربي للإعلام السياحي، يعني كان نشط جدا في إنه يقدم الخرطوم لتحصد جوائز عالمية، وزي ما قدم بورسودان أيضا حصدت جوائز عالمية. لعله يذكر نحن في عام 2013 الخرطوم نالت جائزة متقدمة في السياحة العربية، ويعني كان حضرنا هذه المناسبة، ولذلك يعني كان في إعلام كثير جدا. يعني احنا محتاجين فعلا لتوظيف الإعلام الإيجابي. الصورة الآن عن الخرطوم والصورة عامة عن السياحة سالبة في كثير من القنوات وفي أجهزة الإعلام، فالإعلام مؤثر جدا، فنحن بنحتاج لإعلام إيجابي نعكس الوجه الحقيقي لإنسان السودان ولأمننا، ونتمنى يكون فعلا أمننا متوفر في كل جوانبه، في المأكل، في المشرب، في حركة الناس. دي صفة ملازمة للشخصية السودانية، إنه نحن بلد آمن، بلد مطمئن في كل شيء. يعني فنحن دي مسألة خاصية نتمنى إنه نحن ما نفقدها أبدا. وكذلك النظافة، والنظافة دي عنوان للسياحة، يعني لا بد إن تكون العاصمة دي عاصمة نظيفة، ولا بد إنه نتعاون كلنا حتى منظمات المجتمع المدني في إنه نحن تكون الخرطوم نظيفة. ودي بتخلينا نحقق شعار إعادة التفكير في السياحة. إعادة التفكير في السياحة شعار ليس مخصصا للجهات الحكومية العاملة في مجال السياحة، شعار لكل المهتمين اللي عندهم رغبة في إنه فعلا نحن المقومات السياحية التي حبها الله سبحانه وتعالى، أنا ذكرتها قبل في بداية حديثي، نحن كيف نوظفها لكي نخلق صناعة سياحة منافسة للمنتج السياحي القريب مننا. يعني إحنا حولينا في دول
مصدرة للسياحة ومستفيدة، وهي إمكانياتها أقل مننا كثير. محتاجين نحن عشان نعيد التفكير في السياحة تكون عندنا إرادة سياسية قوية للدولة في أعلى مستويات، إنه السياحة دي قطاع مهم، قطاع استراتيجي، يعني زي البترول وغيره من القطاعات الأخرى الاقتصادية، وأهم حقيقة لأنه أقل تكلفة وبدخل لنا عملات صعبة بدون تكلفة اقتصادية كبيرة جدا، وبالسهل زي ما قال دكتور عبد الفتاح في ميزان المدفوعات وفي التنمية الاقتصادية وغيره من فوائد السياحة. فلذلك لو توفرت إرادة سياسية في الدولة، خصصت وزارات السياحة أنفقت على السياحة من عائداتها، وهي ما فقيرة السياحة، عندها عائدات، فإن لو أنفقت على هذه السياحة، دربت الكادر البشري الموجود وأهلته وطورت بنياتنا التحتية في منطقة جذب السياحي، وحتى حمت الآثار، وأخواننا في شرطة السياحة وحييهم موجودين معانا هنا ولهم دور كبير جدا في حماية المباني التاريخية والأثرية، لأنه دي أمانة جماعة في رقبتنا كلنا. كيف نحن زي ما يعني استلمنا من الجيل السابق من الآباء والأجداد هذه الحضارة وهذه المباني، يجب علينا أن نوصل هذه المباني من التعديات. الخرطوم فيها كثير من الحركة بتاعت النمو السكاني والزراعي، فيها هجرات كثيرة جدا من كل أنحاء السودان، ولا يعرف قيمة المنطقة الأثرية والتاريخية إلا أهل السياحة والآثار، رغم أنه قانون الآثار من القوانين القوية التي تحمي المناطق الأثرية، لكن نحن نحتاج لرفع وعي للمواطنين ولكل السكان في أنه كيف نحن نحافظ على المنطقة الأثرية والمنطقة التاريخية حتى أنها تكون مستمرة لأجيال قادمة. أنا ما داير أتكلم أكثر، يمكن الزمن لا يسمح، ولكن لنوظف هذا الشعار إعادة التفكير في السياحة. نحن عندنا جانب مهم جدا هو القطاع الخاص في مجال الخدمات السياحية، لنا أن نفكر في القطاع الخاص اللي بيقدم. الحكومة ما بتقدم خدمات، المزايا دي هي للقطاع الخاص، أصحاب المنشآت السياحية في الفنادق في الوكالات في المطاعم في غيره، لابد أنه الدولة تقدم لهم تسهيلات وإحفاءات، تديهم فرصة، لأنه زي ما ذكروا الإخوة المحترمين أنه الفترات السابقة كان في ركود، بل توقفت حركة السياحة لجائحة كورونا، وتعرضوا أصحاب القطاع الخاص تعرضوا لكثير من الخسائر. فلابد أن التشريعات والقوانين خاصة المالية، لابد أن يعني نحن نراجع القطاع الخاص في أنه نؤهله نطور ونساعده في أنه يقف على رجله، حتى أنه يقدم خدمات ننافس منتج سياحي خارجي. أتمنى أنه السياحة في ولاية الخرطوم وفي كل أنحاء السودان يعني تجد حظها من الرعاية ومن العناية، ونحن يعني على ثقة في وجود الأخ الأستاذ عوض أحمدان مدير عام الوزارة، وهو رجل يعني معروف بهمته في مجال الثقافي والإعلامي والسياحي، مع السيد الوالي الذي سيشرف هذه الفعالية، إنه يدو الولاية حظها من الاهتمام في مجال السياحة ويجعلوها فعلا يعني رأس سنام هذه الوزارة. كذلك نفتكر أنه مهم جداً أنه الناس تنظم فعاليات ثقافية في الوقت الراهن، يعني نحن محتاجين نعيد النشاط والحيوية في متاحفنا، في منتدياتنا الثقافية، في مراكزنا الثقافية، في مسارحنا، في كل أنحاء الولاية محتاجين نحن نقدم نشاط ثقافي. لو تغنينا بالأغاني اللي غنت للسياحة، أنا ذكرتها يعني أنا ذكرت بعضها منها، وأنا من درمان وأنا السودان وأنا الطابية المقابلة للنيل، عندنا منطقة البوردين في أم درمان مع طابية الإذاعة وطابية السجن، مناطق تاريخية وفيها مسارح، لو أهلنا هذه الطوابي ونظفناها أيضا باجتهاد من المكون المدني المجتمعات المدنية مع الجهات الرسمية والحكومية، بتبقى مزارات سياحية ومؤهلة. فحقيقة محتاجين لأنه نحن تكون عندنا مطبوعات سياحية وظهور في الإعلام، محتاجين تكون عندنا أفلام وثائقية، نقدم برضو دليل الخرطوم السياحي في طابعاته الجديدة، محتاجين لأنه نمشي مناطق السياحة نعمل أعمال ثقافية، نجيب فنانين نجيب ممثلين. المصريين حقيقة بيمشوا في مناطقهم الأثرية والتاريخية، بيقدموا مسلسلات وبيقدموا أفلام عشان يروجوا للسياحة، حتى لو حصلت مشكلة
في منطقة من المناطق يعني في شرم الشيخ الرأس الدولة بيعمل مؤتمر، بيعمل مؤتمر عام في هذه المنطقة عشان يوري إنه المنطقة دي آمنة، منطقة مستقرة، حتى لا يفقد حظه في حركة القدوم السياحي أو الوفود السياحية القادمة، لأن السياحة بتمثل لهم هي رأس الرمح في التنمية الاقتصادية بتاعتهم وفي الدخل القومي بتاعهم. فنحن نتمنى إنه السياحة يكون في يوم من الأيام هي مقدمة على الزراعة، مقدمة على الثروة الحيوانية، مقدمة على البترول والذهب الآن اللي بيتكلموا عنه الناس في عائداته، والله ما أكثر عائد من السياحة. فالسياحة لو أخذت حظها من الاهتمام والرعاية، أنا بتمنى إنه تأخذ حظها من الاهتمام والرعاية في إنها تتصدر قائمة القطاعات الاقتصادية. في عام 2016 الأستاذ محمد عبد القادر لو تذكر، أنا حاختم بالجزئية دي، زارنا في السودان الدكتور طالب الرفاعي، والدكتور طالب الرفاعي هو أردني وكان وزير السياحة في الأردن، وكان هو الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وده حدث يحدث لأول مرة، ويمكن استقبل هنا في نوفمبر 2016، وقدم يمكن مزايا وتسهيلات كثيرة جدا لحركة السياحة في السودان في التدريب وفي التأهيل وفي التطوير، وقدم مصفوفة في إنه لو وظفت تلك المصفوفة لانطلقت حركة السياحة منذ ذلك التاريخ. السودان عاد للمنظمة وهو من الدول المؤسسة لمنظمة السياحة العالمية منذ عام 1970 زي ما ذكروا الإخوة، وغادر عضوية المنظمة لعدم تسديد الاشتراكات في فترة ما، ولكن عاد وسدد اشتراكاته وتم جدولة المدنية، وبالتالي زار الدكتور طالب الرفاعي السودان وقدم تسهيلات، وأهمها هو الاهتمام بالكادر البشري. يعني نحن إذا عندنا كادر بشري مؤهل وطني مؤهل نستطيع إنه نرتقي بالسياحة للأمام على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص. أتمنى أن تجد السياحة حظها لدى القائمين على الأمر. شكرا لولاية الخرطوم. الليلة في يوم السياحة العالمي ويوم السياحة اختار يوم 27 لأنه هو نهاية السياحة في الغرب وبداية السياحة في الشرق. بالنسبة للسودان، السودان دولة مليئة بكل أنواع السياحة، سواء كانت السياحة البحرية في البحر الأحمر أو السياحة البرية في كل المحميات الموجودة في السودان، بالإضافة للسياحة النيلية أو اللي هي موجودة في مجمع النيلين زي ما قال القرآن، والقصة اللي حصلت فيها عن سيدنا موسى وأحداث القصة كلها، بالإضافة للسياحة الطبيعية في كل المناطق الجميلة اللي في السودان، السياحة الدينية اللي بتتواجد في كل الأضرحة وكل الأمكنة الدينية، بالإضافة للسياحة الجبلية اللي بتتواجد بكثرة هنالك أكثر من قرابة أكثر من مليون جبل أو أقل من مليون جبل في السودان، كلها لها دلالاتها ولها معانيها، بالإضافة للسياحة الأهم وهي السياحة الآثارية اللي بتعكس الهوية السودانية اللي مفروض نحن نعرفها ونعتز بها، لأن السياحة الآثارية هي انعكاس لنا اليوم اللي هم عملوا الحضارة دي، هم أجدادنا ابتداء من عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. أهم ما تعوق السياحة في السودان هو ربط السياحة دائما بوزارات، لابد للسياحة أن تكون منفصلة هي والآثار كهيئة أو كوزارة حتى يتم التعريف عنها. السياحة في اعتقادي هي الإعلام للدولة، فلا بد لنا أن نهتم بالسياحة بشكل خاص حتى يعرف المواطن السوداني بالأول أهمية السياحة وأهمية وجوده. السودان بلد قديم جدا، بلد هو الأساس، كل العلوم كل العلم الجينات بيثبت أنه كل التحركات بالنسبة للإنسان في العالم كلها بدأت من وادي النيل ومن السودان تحديدا، ولحد الآن علم الجينات بيثبت أنه نحن الدولة الأصل كما قال العالم الفرنسي توماس رينات، أنه لابد لأي بني آدم في العالم أنه يحمل جوازين سفر، جواز لبلده
اللي تولد فيها، سواء كان روسيا، ألمانيا، السنغال، أي دولة في العالم، وجواز لبلده الأصل اللي هو السودان. أنا بتمنى من الدولة إنها تخط السياحة في منصب يستحقها، لأن السياحة هي أهم الموارد، أو حاليا كده أهم الموارد اللي بتتيح للدولة إنها تجيب لها عائد نقدي أجنبي. السودان آخر مرة تقريبا قبل الكورونا كان التعداد بتاعه للأجانب اللي بيجوا خاشين كسياحة 15,000، وكان في ازدياد، يعني كل مرة كان في ازدياد. ونحن بينقصنا برضو المرشد السياحي، المرشد السياحي في السودان ضعيف جدا، لأنه كأساري بيكون عنده بعد، ما عنده أي علاقة بالتاريخ أو معرفته بالتاريخ، بتكون سطحية، بيكون مختصي كأسارة. السياحة من المنسيات في جمهورية السودان بكل أسف، رغم أن الوطن والبلد يتوافر على محتويات كثيرة جدا للسياحة. لدينا سياحة برية وبحرية ونهرية وخلوية، ولدينا تراثية، ولدينا سياحة حضارية. نحن بلد متنوع، وبكل أسف لم نستغل هذه المزايا لدعم السياحة واتخاذها كمنصة وكمورد لدعم الخزينة العامة بالموارد والعملات الصعبة. ومثل هذه الاحتفالات واتخاذ يوم للاحتفال بالسياحة يلفت الأنظار لأهميتها، وينبغي مثل هذه المناسبات أن تكون هناك احتفالات وورش ومحاضرات في الميادين العامة وفي الدواوين، ليعلم الناس مدى أهمية السياحة، وأنها ليست للتسلية وتضيع الوقت، بل إنما هي لتغذية الخزائن الخاصة والعامة بالأموال، وفتح البلد للأجانب حتى يأتوا من كل صوب وحد. ومتى ما أصبحت البلد قبلة بالسياحة، هذا يدر للبلد الأموال التي يفتقدها الاقتصاد حاليا. فالدولة الآن مطالبة أن تهتم بهذا القطاع، وتقوم على دعم المجتمع السوداني الذي يتقدم الدولة في الحفاظ على المكتسبات السياحية. ولا أنسى أن هنالك محميات طبيعية لا بد من العمل على المحافظة عليها وحمايتها وتغذيتها وتطويرها، وكذلك لا بد من اهتمام خاص بالمواقع الأثرية، وهي موجودة في عدد من مناطق ولايات السودان، بل أن هنالك اكتشافات لا زالت تجري، ويأتي عدد من المهتمين بالسياحة العالمية من مختلف الجنسيات. هنالك قناعة بأن السودان قبلة للحضارات وقبلة للسياحة، فأتمنى صادقا أن نتخذ من هذه المناسبات فرصة لتوسيع مظلة الحديث عن السياحة. الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وأقامت وزارة الثقافة والإعلام ولاية الخرطوم يوم خاص بالاحتفال باليوم العالمي للسياحة، اتقدمت فيه أوراق تتعلق بالسياحة في ولاية الخرطوم، الواقع بتاعها وما يجب أنه نفعله فيها. نحن سعدنا جدا بمشاركة كبيرة من المهتمين بالسياحة. نحيي الأخ الأستاذ عوض أحمدان مدير عام وزارة السياحة، والأخ الأستاذ محمد عبد القادر الإعلام المعروف والمهتم بالإعلام السياحي، كذلك قدموا الأوراق الأستاذ علاء الدين الخواض والأخ الأستاذ عبد الفتاح دكتور، قدموا أوراق مهمة جدا عن السياحة في ولاية الخرطوم، وفي مداخلات تمت كثيرة عن التاريخ وعن ما يجب أن يكون شكل العاصمة القومية. كلنا مقتنعين تماما أنه في مكونات سياحية مهمة في ولاية الخرطوم تحتاج إلى إعادة ترتيب، تحتاج إلى نفض الغبار، تحتاج إلى مزيد من الإضافات حتى نقدم مواعين سياحية مهمة. نحن يعني إن شاء الله بعد هذه المحاضرات وهذه الليلة بيكون عندنا إن شاء الله قرارات مهمة تدعم السياحة في السودان. مشاهدينا، السياحة مهمة جدا. سودان الكبير الممتدة مليان بالمناطق السياحية الممتدة بالسياحة، بنعمل بالسياحة، بنعرف تفاصيل بعض وثقافات بعض بالسياحة، بنعرف سوداننا الجميل. كانت تطوفنا اليوم في مركز
راشد دياب الثقافي لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من كنا هناك. خلوا بالكم من الوطن وخلوا بالكم من السياحة. في أمان الله.